مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. أخيرا وبعد انتظار طويل نزلت بيسان اسماعيل أغنيتها الجديدة على يوتيوب اللي كانت بعنوان سند عمري بحياتي. سند عمري بحياتي أنا احتاجك هاي أبوي، بدونك أنت طعم بها دنيا. اللي لاقت إقبال كتير كبير من المتابعين وتعاطفوا معها، خاصة بعد ما نشرت آخر بوست على الإنستغرام اللي حكت فيه أنه تاريخ نزول الأغنية هو نفسه تاريخ فقدانها لأبوها بالحرب. القصة أنه أنا كنت من عمري 9 سنين، أبوي يعني فقد بالحرب، يعني أنتوا بتعرفوا الحرب وبحرب وناس بتحسوا كل العالم صار أسود قدامكم، ما يعني فكلمات الأغنية كانت كتير حساسة، وتمكنت بيسان من أدائها بكل إحساس وتوصيل رسالتها لكل الجمهور، وكانت كمان الأغنية رسالة لأبوها. الله يرجع لإلك بيسان بألف خير وسلامة وعن قريب إن شاء الله. فالأغنية حققت أكثر من 1,000,000 مشاهدة خلال يوم واحد فقط من تنزيلها. فبعد الأغنية حتكون متواجدة بيسان يوم الخميس المقبل بدبي لحتى تحيي حفل مهرجان دبي للتسوق، والدخول حيكون لهناك مجاني للجميع.